أنتم لستم على الكوكب الذي تدعونه وطناً. أنتم الآن في البعد الفضائي بان، وأنا اسمي هو تامبو، وهذه هي لولا. أنا كلوي. أتعلم هذه المخلوقات الفضائية الغامضة أنها رائعة؟ اتبعوني، سأرشدكم إلى ملعب التدريب. لقد كان أفضل من الآن، لكنه سيساعد في تحويلكم إلى محاربي زندوكاي. ما هي زندوكاي؟ أرى أنكم الأرضيون تتمتعون بحس من الدعابة. أعتقد أن هناك خطأ ما. هل تفضلين رون ورود؟ على الأقل هذا الشخص يؤمن بقدراتنا. أخبرني أحد من برودوك سابقا أنكم أيها الأرضيون تتمتعون بخصال مميزة، أو هذا ما أعتقد أنه قاله، فأنا لا أفهمهم أبدا وهم يحركون هذه المجسات. نعم. أعتقد أن هذه من عادات البرودوكيين. حسنا، دعونا نقيس مستوى قدراتكم. صوبوا نحو سينروك. هيا يا أصحاب. ما هذا المستوى الذي قدمتموه؟ أنتم مروعون، أنتم لا تمتلكون القدرات الكافية. لقد حدث خطأ ما، يجب أن تكون الأساور في أمهر الأشخاص من شعبكم وليس لكم. أعيد الأساور، لا يمكن أن أصنع منكم محاربي سيندوكاي. لن تكونوا جيدين أبدا. هيا بنا، إنه محب. نحن لسنا جيدين في أي بعد فضائي. لا، هذا مستحيل. نحن بالطبع جيدون جدا. انسى الأمر يا زاك، وهيا بنا نذهب. لن أذهب من هنا، سأريه ما يمكننا فعله. سأصيب هذا السينروك. ستكون نهاية سيئة. زاك أرجوك، إنها ليست فكرة جيدة. لقد سمعت ما قالته صديقتك، هي لا تعتقد أنك. هيا. آسف، أنت لست بارعا لكنك عنيد. حسنا، سأمنحكم الفرصة. أجل. أخشى أنني سأندم على ذلك. اصطفوا هيا، مدوا إلى الأمام أساويركم. سينكو سيندوكايتسو. من الآن فصاعدا أنتم أصبحتم تلاميذي، السينكونز الخاصون بي. لن تستطيعوا التخلص من هذه الأساورة حتى تصبحوا محاربي سيندوكاي ماهرين. عندما أستدعيكم ستضاء الأساور وسيكون عليكم الحضور سريعا. وعندما نصبح محاربي سيندوكاي، ماذا علينا أن نفعل؟ يجب أن تنقذوا كوكب الأرض. ماذا؟ سأدربكم، لكن عليكم أن تعملوا بجد، فالوقت قصير. أفهمتم؟ ماذا تعتقدون؟ أتعتقدون أنكم جيدون بما يكفي؟ ومتى سنبدأ؟